نستقبل الدكتور حسن يونس الخبير بمجال الانتربرنورز وريادة الأعمال طبعا للحديث أكثر عن التحديات اللي بيواجهها الانتربرنورز بشكل عام، الشركات الناشئة، وما المطلوب بشكل عام لنقدر نخلي هالانتربرنورز يكونوا متمرسين أكثر بعالم ريادة الأعمال. شكرا دكتور يونس لوجودك معنا. شكرا لاستضافتك موريس. طبعا الانتربرنورز بشكل عام كلهم بيحلموا بقصة النجاح، بيكونوا هن قصة نجاح، ولكن تحقيق قصة النجاح فيها تحديات كتير كبيرة. بداية كأنت كنت انتربرنور بالبداية، وخلينا نقول انت كمان تخرجت من جامعة الانديو والتحقت بمسيرة الانتربرنورز وبتواكبهم اليوم، شو أبرز التحديات اللي بتلاقي فيها وبتشهدها مسيرة الانتربرنورز؟ الشرط المسبق أول شيء للانتربرنورشيب هو الجامعة. يعني في انكيوبيترز وفي اكسلريترز عم نسمع فيهم كتير، بس في الانتربرنورشيب اديوكيشن أو التربية الريادية يلي بتبلش من الجامعة، يلي بتخلق لك المايند سيت أو العقل يلي بيقدر يخليك تتوجه للابتكار وتفكر out of the box، وهون بيكون دور الجامعة الريادة اللي بتحضرك لتفوت لعالم الانتربرنورشيب. في تحديات كتير، بس انك تكون انتربرنور صار بتأسهل من اي وقت مضى. هيدا الحكي عم تحكي انطلاقا من اللي انت شهدته بجامعة الانديو بالسابق ومن مواكبة لقدرت وصلت وقلت فعليا انا استحق ان اكون في هذا العالم اللي هو عالم شركات الناشئه او الانتربرنورز. ديفينتلي الانديو عندها الدور الاساسي بخلق هيدي المايند سيت من خلال الثقافه الرياديه اللي عم نحكي عنها. انا قدرت اشوفه كخريج انديو كمواكب لخريجين الانديو يلي كتار منهم عم بيكونوا انتربرنورز، فانا يمكن كمدرب كمنتر كترينر لالهم عم بقدر اشوف هيدي النفحه الرياديه عندهم. يلي كنا عم نقوله انه انك تكون انتربرنور يمكن اسهل من اي وقت مضى، لان شكل الاقتصاد تغير. قبل احنا كنا نقول انه رجل الاعمال هو الشخص يلي عنده ناطحة سحاب، بده مواد اولية ليقدر يمشي شركته، بده مكانات، بده ارض كتير كبيرة. هلا نحن بالنولج ايكونومي او اقتصاد المعرفة، بالثورة الصناعية الرابعة يلي منقلها سماك، سوشيال موبايل اناليتكس وكلاود، فانك تكون انتربرنور ما عندك هيدي الكلفة الهائلة، بدك الابتكار، النفحة الابتكارية لتقدر تكون عم بتفوت على عالم ريادة الاعمال. بالتأكيد بالاضافة للسيولة الليكويديتي المطلوبة لتحقيق كل مشروع نقدر نصنع بروتوتايب وبعدين نحوله لفعليا لبرودكت نقدر نسوقه الى ما هنالك، نحن بحاجة لارشادات اساسية. السيولة موجودة ولكن الخبرات لازم تواكب هالاشخاص اللي لازم تكون موجودة. شو أبرز التحديات بالنسبة للأنتربرنور بتاعتك؟ أكيد مثل ما عم تقول الانتربرنورشيب إيكو سيستم يجب الإحاطة فيه من كافة الجوانب. واحد من الجوانب هو السيولة، وأكيد في تحدي أساسي لتقدر تلاقي equity investment أو debt investment أو مصادر أخرى للاستثمار بهيدي الفكرة لتحويلها من مرحلة conceptualization للactualization، يعني ترجمة على أرض الواقع. يعني نقدر نشوف فعليا اليوم بروتوتايب. بروتوتايب. لتقدر توصل للبلاتفورم. مظبوط، الفكرة عم تترجم. الفكرة يلي فيها تكون منتج، فيها تكون application. عم نحكي في concept اسمه appreneurship من خلال الابليكيشن. انت بتقدر تكون انتربرنور، فيك تكون سوشيال انتربرنور، فبده يكون كل جوانب الايكو سيستم موجوده. في تحديات كتير كبيره، تحدي التمويل، تحدي انك انت تعرف او تكون محاط بالاشخاص يلي بيعلموك تعمل دراسه جدوى للمنتج، للسوق، دراسه جدوى ماليه، تقدر تعمل بزنس بلان كيف تحدثيره. دراسه جدوى هي اللي بتقلك اذا الريتيرن اون انفستمنت راح يكون موجود، يعني المردود على الاستثمار. المردود يعني على الاستثمار، يعني انا اليوم اذا هالمصريات اللي بدي استثمرهم بالمشروع راح اقدر ردهم باي وقت، بعد قد ايه وقت، هل معقول اخسرهم ولا لا، هل ستستساغ هذه الفكره من قبل الجمهور يلي راح يتلقاها، من قبل التارجت اودينس تبعك، هل راح تقدر انت تسوقها بالشكل الصح. كل انتربرنور بيفكر انه الفكره تبعه معقوله تتحقق لحقيقه وتنجح ويعمل ملايين من وراها، وهيدي مشكلة شائعة بين الانتربرنورز. فعليا كيف بده يتأكد انه هالفكرة الموجودة مطلوبة بالسوق؟ يعني كتير اوقات نطلع بفكرة منقول هاي هي اللي بدنا تضرب، وهي هي اللي بدنا نعملها وبدنا مصاري لها، ومنروح تنعمل بيتشنج كرمالها ما بيقتنع الانفستور، لانه بالاساس نحن يمكن ما قدرنا نوصل المسج مزبوط، بس بالاهم بالاساس هالفكرة غير قابلة انها تتحقق. فهي مشكلة اساسية. طب كيف بده يقدر الواحد يقيم اذا فعليا فكرته الاساسية هي حاجة ويمكن تطويرها؟ مهم انك انت تآمن بفكرتك، هيدا الشرط المسبق كمان لانك تنزل على الارض وتختبرها لهيدي الفكرة. البروتوتايب الاهمية انك انت تجربه من قبل الجمهور المستهدف تبعك، وتعمل هيدي دراسة الجدوى المالية لتقدر تتأكد اذا هالفكرة رح تستساغ مثل ما قلنا او لا. وكمان واحد من التحديات يلي عم نحكي عنها انك تقدر تعمل بيتشينج صح لهيدي الفكرة. كمان واحد من التحديات بلبنان هو اللاحتمية او التغيرات الديموغرافية السياسية الاقتصادية كتير سريعة،
بشكل هائل. يعني في تأرجح عندك دائم. طيب هيدا اللافبات كمان هو تحدي عند الانتربرونور. واحد من التحديات انه الجمهور يلي نحن عم نتوجه له صار جمهور جدا متطلب، فعمر المنتج عم بيكون كتير قصير. يعني انا لو عندي اياه هيدي كرمال هيك في استثمارات بدينها بهذا الموضوع، كرمال هيك في استثمارات على سعيد انتربرونورز وشركات ناشئه لازم تكون هيت اند ران. هيت اند ران، بس وانس يو هيت يو هاف تو اولويز سيرش، بدك دائما تفتش على ادد فاليو جديد، على فيتشر جديد ترجع تزيده للبرودكت او للسيرفيس يلي انت عندك اياها، والا الجمهور رح يشعر بالملل لان عمر المنتج كتير قصير. بدي انهي بمسج لرواد الاعمال اللبنانيين اليوم والعرب، وخاصه اللبنانيين يلي بدهم يحققوا حلمهم ويتحولوا لانتربرونورز بعدهم طلاب. شو اول ستيب لازم يعملوا؟ رياده الاعمال واداره الاعمال هي انتويشن وساينس، يعني هي بتتكل على الحدس وعلى العلم، بده يكون في مزيج من الاثنين. نحن حدسيا بدنا نوصل لهيدي الفكره المبتكره، بس ما بكفي نتكل على الحدس تبعنا، والا رح نكون دوم تو فيلر، رح يكون مصيرنا الفشل. بدنا نرافق هيدي الفكره مع جانب علمي يلي بيتطلب ان احنا نعمل البزنس بلان، انه نكون محاطين بالاشخاص يلي بدهم يوجهونا ويرشدونا صح لنعمل خطه قياديه صح، خطه تسويق صح، تسويق الماركتينج عم يتغير، في عنا ريل تايم ادفرتايزمنت، نشتغل الفاينانسز تبعنا صح، الاتش ار صح، تستراتيجايز بطريقه مظبوطه. هدول كلهم تشالنجز بالدول العربيه وبلدنا لبنان. الدكتور حسن يونس الخبير بشؤون رياده الاعمال وشركات الناشئه، شكرا لك. شكرا لك.